فسطرنا برنامج على مستوى المركزي يعني يضم عدة قطاعات، إنها متكونة اللجنة بتقريبا كل القطاعات التي لها علاقة بالتاريخ والثقافة والرياضة والنشاط، وكذلك التنظيمات الخاصة بالمجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، الكشافة الإسلامية إلى غير ذلك. التنسيق مع خاصة مع وزارة التربية الوطنية، يعني عندنا معارض متنقلة، معارض يعني على مستوى المتاحف. طبعا احنا فتحنا ورشات يعني في جميع الميادين. وزارة المجاهدين فيها مؤسسات تحت الوصاية، وفيها مصالح خاصة بالجانب الاجتماعي، مثلا المنح، التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بالحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وعندنا البطاقية يعني مثلا في ما يخص البطاقية، يعني الورشة الخاصة بالبطاقية والاحتراف. وزارة المجاهدين لأول مرة يعني من بعد الاستقلال الآن نستطيع أن نقول بأن بطاقية مرقمنة لوزارة المجاهدين. أقصد بذلك أن كل المجاهدات، كل المجاهدين، كل اللي عندهم المنح، اللي مسجلين، اللي عندهم الاعتراف، كلهم الآن البطاقية موحدة ومحينة بوزارة المجاهدين. الأمور يعني ضبطناها شهداء ثورة التحرير. المجاهدين عندنا 54 52. ما أنجز الآن بالنسبة لنا، نعطيك مثل، بالنسبة الآن في مقابر الشهداء يعني الآن مضبوطة يعني عبر اللهم، إذا كان في المستقبل نعيدوا نلقاو شهداء لإعادة دفنهم فقط. ما عندنا 1277 مقبرة شهداء، عندنا 126 مربع للشهداء، عندنا 3487 معلم تاريخي بما يسمى بمعلم تاريخي، عندنا 1461 مركز للتعذيب والتنقيل والتقتيل للشعب الجزائري. شهادات يعني احنا رانا جد متقدمين، يعني اغلبية الضباط تاع جيش التحرير الوطني كل سجلنا عليهم، كاين اللي مازالوا على قيد الحياة، وكاين اللي التحقوا بالرفيق الاعلى. وهذه كذلك سواء بالنسبه للتسجيلات تاع الشهادات، سواء بالنسبه للاشرطه الوثائقيه او الافلام الوثائقيه، وكل هذه الاحصائيات والارشيف اللي موجود في وزاره المجاهدين ولا المتحف الوطني ولا مركز الدراسات والبحث في الحركه الوطنيه لثوره التحرير والمقاومه اللي تحت وصايه المجاهدين، كل هذه بها الشهادات تاعها، الملتقيات تاعها، حتى الملتقيات. احنا لما نعقد ملتقى دولي ولا وطني ولا جهوي حول موضوع ما يبان ثورة التحرير الوطني ولا المقاومة، كلها تسجل وكل المداخلات تطبع. المشروع خاصة من جانب الصحي بالنسبة للمجاهدين، احنا ما عندناش مجاهد لأقل تقريبا أغلبية الساحقة يعني من 80 فما فوق. المشروع هذا سيمس هذا الجانب يعني بالنسبة لقضية الصحة والعلاج إلى غير ذلك، ويعني واللي يكون في علمك. وكذلك وزارة المجاهدين عندنا مركز يعني تجهيز المعطوبين ب يعني وسائل يعني ما يسمى البروتاز والأشياء الطبية يعني وبالدويرة، وكذلك يعني بعض فيما يخص الجانب التاريخي والجانب الاجتماعي طبعا، ولازم بيكون بالتنسيق طبعا، يعني النار هي من المجاهدين، المجاهدين فيه منظمة وفيه كذلك يعني جمعيات نستشرهم ونقدم المشروع يعني للهيئات المسلحة. ملفات هذه أربعة كانت في السابق، كنا نسمعوا باللي فيه أرشيف فيه كذا، ولكن من خلال اللقاءات مع الجانب الفرنسي وربطنا العلاقات، بالك لاحظتوا الكل باللي إن وزارة المجاهدين كان صوتها يعني مدوي، قال باللي لا نستطيع أن تكون علاقات عادية طبيعية بين الجانب الفرنسي إلا بمعالجة هذه الملفات. أرشيف هو يعني أخذ من الجزائر، هذا حق الجزائريين، مش تعزيد ولا أمر ولا تاع يعني في أمن المجتمع، مش تاع المجاهدين وحدهم، لأن الجزائر الشركاء في المجاهدين في التاريخ، في يعني الشركاء في الاسم تاع الجزائر، وفي يعني وفي في في في, في تاريخها وماضيها وحاضرها ومستقبلها. فالملف تاع الارشيف وملف المفقودين وملف التعويضات، التجارب، مش تجارب، التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري. فهذه ربع ملفات
كانت بكري ما كناش نسمعوا بها، نسمعوا يعني هكا واحد يدير محاضره قال فيه ملفات بين الجذر، ولكن بهذه الصراحه بهذا الوضوح الا في السنين الماضيه، وهذا اللي طرحناهم مع الجانب الفرنسي. ففي الاجتماعات اللي حطوا كل مره اللي فاتت في الزياره ماكرون للجزائر يقول من بين 40 ملفات سنسعى الى ايجاد حل بالنسبه للملفين. الارشيف قال سنسمح للجزائريين بالاخذ نسخ في كبدايه، ثم ياخذوا يعني الوثائق الاصليه في المرحله الثانيه بالنسبه لاسترجاع الجماجم. طلبوا من الجزائر باش تدير مراسله رسميه، فكانت مراسله رسميه ممضيه من طرف وزير المجاهدين ووزير الشؤون الخارجيه، وسلمناها للسلطات الفرنسيه على ان يصدر قانون او مرسوم رئاسي او بما يسمى بالاوردونونس اللي هما دخلوه في التراث الفرنسي حتى يعني يرفعوا هذا الجانب القانوني بالنسبه للفرنسيين ونسترجع. ولكن لم يصل لا قانون ولا مرسوم ولا اذا في يعني صراحه مع ما ندرقوش السمش بالغربال، ما فيش اراده حسنه صادقه بالنسبه للسلطات الفرنسيه بايجاد حلول بالنسبه للملفات المطروحه، ولكن هي خاطئه مهما طال الزمن. وقصر احنا نكتب في تاريخنا ونعلم في جيلنا وننشر في هذه التضحيات نتاعنا ونصب الجرائم المرتكبه بحق الجزائر، سنعمل يعني لتبليغ جيل بعد جيل ان يصل جيل في 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 فرنسا يندله الجبين بما فعله الاسلاف نتاعو بالنسبه للشعب الجزائري وبالنسبه للجزائر ككل. جمعه من الجمعات انا فيت نلقى شباب رافدين يعني البيان اول نوفمبر، وشباب الاخر رافدين قسما ويردوا في النشيد الوطني ويردوا في بيان اول نوفمبر ويعني ويدووا بتحيه الجزائر. وفيه مطالب يعني ما لازم نقولوها يعني مشروعه عاديه طبيعيه دوام الحال من المحال، ولازم الشباب كما نهض لتحرير الجزائر بما قدم لازم بالعلم والمعرفه ونتحداو الصعاب، وانا يعني ما ضاع حق وراءه طالب، وكذلك يعني حاجه واحده اللي نتفقوا عليها الكل هو الوحدة تاع الجزائر، سمعة الجزائر. احنا ما عندناش حل واحد الا هذا الاتجاه، رغم ان ماهوش الكامل لله سبحان الله سبحانه وتعالى، ولكن كبداية لفتح ورشات كبرى وإعادة النظر في عدة مجالات وميادين وقوانين بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للثقافة، بالنسبة للتاريخ، في كل التي تفتح على يد رجل يكون منتخب من طرف الشعب الجزائري، نعطيه الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية بشرط واحد، أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. أكبر شيء اللي راح نحققه إن شاء الله في 12 ديسمبر هو أن تكون الانتخابات راضي بها الشعب الجزائري، لأن إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك.